بتعليمات من السيد رئيس الجمهورية فيما يخص التكفل بعوائل ضحايا الحرائق، نقف اليوم في ولاية قسنطينة لتقديم العزاء إلى عائلة بطلة من البطلات، قائدة كشفية رحم الله الفقيدة وإن شاء الله مثواها الجنة، وهي نموذج من نماذج النساء الجزائريات البطلات. طبعا أنا سديت تعليمات كباقي عوائل الضحايا بالتكفل النفسي بطبعا عائلتها من خلال الخلايا الجوارية تابعة لقطاع التضامن الوطني، ونحن يعني في تتبع شخصي لكل يعني التكفل بجميع عوائل الضحايا.